افتتح رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي معرض أهلا مدارس المقام في منطقة فيصل بمحافظة الجيزة. وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن افتتاح هذا المعرض يأتي ضمن خطة الدولة للتوسع في إقامة تلك المعارض بمختلف المحافظات والمناطق قبل بدء العام الدراسي، تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير السلع بأسعار مناسبة للتخفيف عن المواطنين، معتبرا أن هذه المعارض تعتبر نموذجا مهما للشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص لصالح المواطن. وأوضح وزير التموين أن هذا المعرض هو أحد 5 معارض رئيسية تقام بمحافظة الجيزة ضمن مبادرة أهلا مدارس، وذلك خلال الفترة من 17 سبتمبر حتى 14 أكتوبر. أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن مد معارض أهلا مدارس بالسلع الغذائية لطرحها للمواطنين بأسعار مخفضة، وأعلنت الوزارة استمرار زيادة ضخ المنتجات الغذائية في كافة فروع ومنافذ المجمعات المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية، خاصة منتجات اللحوم الطازجة والمجمدة. وتطرح وزارة التموين السكر الحر بالمعارض والسيارات المتنقلة بسعر 20 جنيها للكيلو، وتطرحه بأفرع البيع التابعة لشركات توزيع السلع بسعر 22 جنيها بتخفيض يصل إلى 15% من السوق الخارجي. كما يتم طرح 20,000 طن أرز مستورد بسعر الكيلو 20 جنيها، وطرح الأرز المحلي عريض الحبة ب 22 جنيها للكيلو، والزيت عبوة 800 ملي ب 40 جنيها للزجاجة. ولمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور أحمد أبو الفضل مدير عام الرقابة على المعاملات التجارية في وزارة التموين. دكتور أحمد أهلا ومرحبا بك على شاشة دي ام سي. أهلا وسهلا بحضرتك وجميع السادة المشاهدين، وكل عام وحضراتكم بخير يا فندم. دكتور أحمد، تعليمات واضحة وصريحة وقوية من الرئيس عبد الفتاح السيسي لكل الجهات المعنية بتخفيف العبء عن المواطنين، خاصة في هذه الفترة التي يدخل فيها البيت المصري على مرحلة المدارس، وما يستلزمه هذا من سلع غذائية وأيضا مستلزمات مدرسية مختلفة. ما الذي تقدمه وزارة التموين في هذا الشأن تحديدا فيما يخص المعارض والسيارات المتنقلة؟ يعني هو فندم المعارض اساسا هي فايده بتاعتها انها تظهر ايضا القدرات الذاتيه للبلد، وتوجه رساله قويه انه توجد صناعه مصريه محليه الصنع وعظيمه يجب ان نفخر بها جميعا. يعني زمان كنا بنتمنى ان احنا نصنع قلم رصاص، دلوقتي بقى اصبح حقيقه واقعه. المصنوعات الجلديه اصبحت مفخره للمصريين، وايضا المنسوجات والملابس. ده جزء. الجزء الثاني يا فندم، يمكن معرض اهل مدارس بيقام على مساحه 6000 متر في أرض المعارض في مدينة نصر. ده في 5 قطاعات رئيسية، في الأدوات المكتبية والمستلزمات المدرسية، في قطاع المصنوعات الجلدية بأفراحها الأحذية والشنط، في المواد الغذائية. يمكن الشركة القابضة للصناعات الغذائية داخلة فيها بقوة جدا، وداخلة ب 11 شركة في هذا المضمار لتوفير المواد الغذائية للأسرة كاملة، ومنها الطالب اللي رايح المدرسة الصبح. في القطاع الرابع الكمبيوتر واللابتوب ومستلزماته واكسسواراته. القطاع الخامس بقى الملابس الجاهزة، ومنها الزي المدرسي. ده جزء. الجزء الثاني برضو يمكن بيقام في نفس التوقيت 58 معرض رئيسي بالمحافظات و108 معرض فرعي، بالإضافة إلى 32 شادر وأكثر من 64 قافلة متحركة تجوب محافظات مصر. نعم. كل سنة بيبقى فيه جديد، يعني كل سنة فيه بتوجد زيادة لتعميق الصناعة المحلية، وإن نسبة المنتج المحلي بتزداد سنة عن سنة. أنا عايز أقول لحضرتك وللسادة المشاهدين إن أكثر من 80% من المعارضات هي صناعة محلية الصنع بنسبة 100%. رائع. يمكن طبعا يا فندم ده مفخرة لينا جميعا. الكلام ده ما كانش موجود من 6-7 سنين مع بداية إقامة مثل هذه المعارض. نعم. إذا أصبح يمكن حتى دولة معالي رئيس مجلس الوزراء لما بيدخل المعرض بالذات بيشيد بالمنتجات المصرية، وبتبقى عينه دايما على المصنوعات المحلية. نعم. نعم. سؤال أخير دكتور أحمد يخطر على بال المشاهد الكريم الآن، هل هناك كميات محدودة من هذه السلع سواء الجلدية أو الغذائية أو مستلزمات المدارس حينما تنتهي أو تنفد من المعارض، يعني يتم الانتهاء من هذه المعارض، أم أن الكميات مفتوحة طالما أن هناك من يشتري وهناك من يحتاجها؟
بالظبط يا فندم، لما حضرتك اشرت كده، لا الكميات ما بتخلصش يا فندم، يعني كل يوم بيتم توريد للمعرض لكل المنتجات وكل الاجنحه اللي موجوده فيها، لان احنا شايفين فيه اقبال من الساده المواطنين، اقبال ملحوظ جدا واجمال واقبال شديد، فبالتبعيه كل العارضين يا فندم يوميا الصبح بيجي لهم توريد لنفس السلع اللي كانت موجوده بالامس واللي تقريبا انتهت. نعم. فده ان دل على شيء، فبدل على ان المعرض لا فيه اقبال ويعتبر معرض ناجح جدا ولاقى اهم حاجه قبول الساده المواطنين. نعم، الدكتور احمد ابو الفضل مدير عام الرقابه على المعاملات التجاريه في وزاره التموين، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.